جدا بحكم أن عندي كتكون عندي مائدة فقيرة جدا لأن مرينا من ديك المائدة الغنية وجبناها في روسنا، فدابا كنمشيو للمائدة الفقيرة جدا. ثم طقوس ديال فقيرة هو أن فيها شي زيت العود، خبيز، أتاي، مسائل عادية جدا. كي قلت لك أنا ملي كنا كنمشيو في داك الاتجاه ديال شي حوايج اللي أنا تقريبا ندوي على صغري في رمضان، ودابا في صغرنا ما كانش هادشي اللي كنشوف دابا. في الصغر كان داكشي عادي جدا، حريرة، مسمن، كذا، قهوة. دابا داكشي ولا كثير، ولا واحد مبالغة في الأكل. فأنا رجعت للطقوس القديمة لأن هي اللي كنلقى فيها صحتي وكنلقى فيها داكشي. لكن خرج نشوف الأصدقاء ديالي ونشوف نمشي ندير صلاة التراويح. يعني كان الجانب الديني كيكون عندي حاضر بشكل كبير، يعني بحكم أننا كنكونوا في الخدمة، يعني كنمارسوا الشرائع الدينية ديالنا، ولكن كاين شوية ديال، ولكن في رمضان كنبغي أنا كنفضل ما نخدمش فيه كاع باش ممكن نكون يعني مرتاح نفسيا ومؤدي الفريضة ديالي ديال رمضان بشكل كما يجي. اش نقول لك، انا اللي ما كنتفرش في راسي، الا قلت لك هاد القضيه هادو ممكن ما تصدقينيش، ما كنتفرش في راسي حتى الاعاده عاد كنتفرش. ما كنكون شويه ماشي كنكون شويه معصب وكنتسنى، وهاد القضيه ما كنبغيهاش. يعني خصني حتى نشوف الانطباع ديال الناس عاد نتفرج. انا كيبان لي بحال من انني كنادي وهذا راه مفرج انا ديجا ولكن ملي كيكون شي حاجه اللي فيها المونتاج وغادي تشوف هذا، هو مسألة ما كنتفرش براحتي. يعني كنتفرج وانا على هذه ما كانش تكون هذه خصها علاش، لان الشيء كنبغي نتفاداه كنخلي حتى نسمع الانطباع ديال الناس خايب ولا زوين عاد ديك الساعه نتفرج، ماشي مشكل.